السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد في قناة ليكسيو ديسكورد بالعربي. النهاردة عايز أشرح حاجتين كده، يعني هي بخصوص الناس اللي مبتدئة والناس اللي ملهاش خبرة في اللعب قوي. أول حاجة هتكلم عنها هي تعالوا نبدأ بالتحالف أو الفيلوشيب. التحالف هو عبارة عن حاجة زي ما تقولوا كده إيه، اجتماع بينك وبين أصدقائك. لازم علشان يكون ليك صديق في التحالف أو تقدر تضيف حد في التحالف بتاعك، لازم يكون أولا صديقك، ثانيا علشان تلفلو التحالف، تخلوه ليفل، تعلو الليفل بتاعه يعني، لازم يكون تلعبوا مع بعض، تلعبوا الجولد، تلعبوا الاكسبيرينس اللي هي وسيتي ديفينس. الثلاث حاجات دول لازم تلعبوا، الثلاث حاجات دول مع بعض، سواء بقى واحد او اتنين. يعني انتم مثلا ايه، اتنين اللي معاك من التحالف بتاعك، او واحد، لو واحد هيزود 200 في 200 بوينت في الليفل، لو التلاتة موجودين في نفس التحالف هيزود بالـ300 بوينت. طبعا التحالف مطلوب منك لحد ليفل 3، افضل حاجة علشان تفتح لعبة البوكر. طبعا لعبة البوكر هنا قصة جميلة، يعني لو انت بتعرف تلعب بوكر وكده هتعرف تجيب منها حوالي 50، من 50 ل 120 دايموند في اليوم، ويمكن اكتر يعني انت وشطارتك او انت حظك. ولها طبعا هدايا يومية لما تفتحوها هتشوفوها وتعرفوا بيتلعب بيها ازاي، بس شرطها الوحيد ان انت لازم يكون ليفل 3 في التحالف بتاعك. وطبعا هنا في بفات بتديك، مثلا هنا الناس انت والتحالف بتاعك لو موجودين مع بعض في نفس المكان، هنا مثلا بيزودك، هنا ايه، بيزودك في النهب بنسبة دفاع، وبيزودك هنا دامج بنسبة في سيتي ديفينس بنسبة 3.5%. يعني هي بتبقى ايه، حاجة مش وحشة، كويسة. وطبعا ليها هدية يومية على حسب الليفل، فالتحالف شيء مهم وما تفوتهوش. تاني حاجة عايز اتكلم عنها بالنسبة برضو للناس المبتدئة هي النقابة او الجلد. النقابة يا جماعة هي بتبقى من هنا كده، ما ينفعش ما تبقاش في نقابة. تدخل هنا لو الناس مش موجودة في نقابة تعمل ابلاي لأي نقابة موجودة عندك، ويا سلام لو كانت النقابة مسيطرة على السيرفر، من النقابة الاولى او التانية او التالتة، هتقدر تدخل معاهم النهب او البلندر وتسيطر كويس وتلم هدايا اكتر. طبعا هي بتبقى ليها هدية يومية، الماستر او الرئيس بتاع النقابة هو اللي بيوزعها على الناس كل يوم، وبيختارها، وفيها ليها شوب مخصوص ليها اسمه الجيلد ستور او متجر النقابة، وده بيكون هتشتري فيه عن طريق حاجة اسمها الجولد دراجون. الجولد دراجون ده بيجي من الهدية اليومية اللي الرئيس بيوزعها عليكم كل يوم. حاجة برضو مهمة في النقابة، الجيلد ريد باكت ده عبارة عن ظرفين بتستلمهم كل يوم، ظرف بيكون فيه كمية جولد وظرف بيكون فيه كمية دايموند. انت وحظك بيطلع لك، يعني اكتر حاجة ممكن تطلع لك 100 دايموند في الكارت ده او في الظرف ده. برضه في حاجة مهمة في الجلد دراجون، في القصدي في الجلد أو النقابة، الساين إن. بمجرد إن أنت هنا تعمل ساين إن بتخلص مهمة من المهمات اليومية اللي هي دي، هوريها لكم هي فين بالظبط. بتخلص مهمة، طبعا المهمات ديت مهمة جدا في الناس اللي محتاجة اكسبيرينس، يعني دي مصدرك الوحيد المهمات اليومية دي علشان تجيب اكسبيرينس كتير. الناس اللي اهي، لا مش دي، هي دي المهمة، بتديك حوالي 114,000 اكسبيرينس. فالناس اللي عايزة تلفل وتزود الليفل بتاعها بسرعة، مصدرك الوحيد هو الديلي. دي كانت ثلاث حاجات عايز اتكلم فيها: اكسبيرينس، ازاي تلفل، ازاي تزود ليفلك بسرعة، ازاي تبقى في النقابة وفوائد النقابة، وازاي تتكلم في التحالف بتاعك وتزوده وتستغله افضل استغلال. دي كانت كل حاجة النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.